دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل الأوان وإلى الأبد أمين. الإنجيل اللي صلى النهاردة من إنجيل معلمنا متى البشير إصحاح 10، وبيتكلم على إرسالية التلاميذ. متى 10، المسيح قبل الصليب خاطب الآب كده وقال له: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما إني أنا لست من العالم، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. ولما أرسلهم يقول كده في المزمور بتاع النهاردة، يقول كده: السماوات تذيع بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. وبعد كده يقول: في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. وحتى الطبيعة الصامتة السماوات والفلك لما أرسلت ذاعت بمجد الله. طب هتكلم النهاردة عن الإرسالية بتاعتي بقى، إرسالية حضرتك وإرسالية حضرتك وإرساليتي. أنا كمان مدعو لإرسالية. ربنا مديني مسؤولية اللي هي مسؤولية الكرازة. كل واحد فينا عليه مسؤولية الإيه؟ الكرازة. مش بس التلاميذ والرسل وما يتبع الرسل، أنا بكرز بالإيه؟ بالمسيح. فقصاد مسؤولية الكرازة ديت، ربنا مديني مع المسؤولية ديت إمكانية، مش سايبني كده. هنتكلم النهاردة عن إن أنا أخدت إمكانية، ثلاث حاجات: أخدت إمكانية، بقالية إرسالية. بس الإرسالية دي عشان تنجح لازم تبقى معاها توبة قلبية. يبقى أخدت إمكانية، ليا إرسالية، ولازم يكون فيها توبة إيه؟ توبة قلبية. أول حاجة، أنا أخدت إمكانية في المعمودية. كل واحد فينا وهو صغير كده قبل ما ينزل جرن المعمودية، أبونا يصلي يقول كده: كل طفل خليه يا رب حلة نورانية. بعد ما يطلع من المعمودية يبقى إيه؟ يبقى حلة نورانية، يبقى من أبناء النور، يبقى أواني طاهرة. طب إذا كنت أخدت إمكانية إن أنا أكون حلة نورانية، مش الحلة النورانية دي تشع نور للي حواليها، صح ولا لأ؟ بقى كل واحد فينا بعد المعمودية أخد إمكانية نفس مكرسة، زي ما بيقول بولس الرسول كده: قد اشتريتم بإيه؟ بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وأرواحكم التي هي إيه؟ هي لله. النفس المكرسة كل واحد فينا. ويقول بولس الرسول: خطبتكم لرجل واحد لأقدم إيه؟ عذراء عفيفة للمسيح. يبقى أنا أخدت إمكانية في المعمودية، أخدت إمكانية جحد الشيطان وكل أعماله. المفروض أفضل مستمر على جحد الشيطان وكل إغراءاته طول ما أنا ماشي في العالم. هي دي الإمكانية اللي أنا أخدتها، أخدت إمكانية التبني والطبيعة الجديدة، وبقيت مسكن للروح القدس. لازم أعرف إمكانياتي، بقيت مسكن لإيه؟ للروح القدس، بقيت من ضمن الخليقة الجديدة، زي ما بيقول بولس الرسول كده: إن كان أحد في المسيح يسوع فهو إيه؟ خليقة جديدة. كل واحد فينا بقى إيه؟ بقى الخليقة الجديدة، أو إنسان القيامة، أو زي ما بيقول بولس الرسول: إنسان الله. عشان كده ما تستهونوش بالإمكانية ديت. قبل ما يرسلنا أو يدينا المسؤولية الكرازة، هو ادانا الإمكانية الجبارة ديت، الطبيعة الجديدة. كان زمان الناس اللي داخل الإيمان كان يقعدوا فترة في الكنيسة يسموهم الموعظين أو طالبي العماد، يقعدوا فترة قبل ما يتعمدوا. فمن ضمن الفترة ديت قديس اسمه القديس كورولوس الأورشليمي، كان بيعمل عظات لطالب العماد دول، يجمعهم ويكلمهم عن المعمودية. عايز يقول لهم: انتوا داخلين على سر عظيم قوي، داخلين على إمكانية جبارة هتاخدوها. فيقول لهم كده، يقول لهم: إنك تدخل سباقا
جاهد لأنك لا تجد فرصه اخرى كهذه. انت مش هتجد فرصه اخرى كايه كهذه. ان يوم زفافك امام عينيك، الا تريد ان تترك كل شيء وتتفرغ لاعداد الوليمه؟ وبعد كده يقول لهم لقد اقترب يوم تكريس نفسك للعريس السمائي. اما تكف عن الانشغال بالامور العالميه او الامور الزمنيه حتى تربح الامور الروحيه؟ فدي امكانيه واخدها، طبيعه جديده، خليقه جديده، بقت ايه؟ نفسك مكرسه للمسيح. طب لما خدت الامكانيه ديت، ربنا يقول لي ارسلك الى الايه؟ للعالم. يبقى اول حاجه اخدت ايه؟ امكانيه. بعد كده بقى ليا الايه؟ الارساليه. يوحنا ذهبي الفم يقول كده: تركنا في العالم، كل واحد فينا تركنا في العالم لنكون منارات مضيئة ومعلمين لآخرين، لنعمل مثل الخميرة. الخميرة تعمل ايه؟ تدخل تخمر الايه؟ العجين كله. هو تركنا في العالم بعد ما خدنا الامكانية ديت لنكون منارات مضيئة ومعلمين لآخرين. عشان كده بولس الرسول كده: لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط ايه؟ في وسط جيل معوج. طب دوركوا ايه؟ تضوئون بينهم كأنوار في العالم. هي دي الإرسالية بتاعتي أو الكرازة بتاعتي. احنا قلنا في المعمودية لما خدت إمكانية ان انا حلة ايه؟ حلة نورانية. يبقى الإرسالية بتاعتي ايه؟ تضيئون كأنوار في ايه؟ في العالم. عشان الإرسالية بتاعتي دي تنجح بقى، لازم ثلاث حاجات. اول حاجة اكون شبهه، في ريحته، اسلك مثله. تلات حاجات لازم اكون ايه؟ شبهه، وفي من ريحته، واسلك مثله. ده اللي قاله بولس الرسول. شبهه قال كده بولس الرسول: الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. كل واحد فينا معين في ايه بقى؟ لنكون مشابهين صورة ابنه، مشابهين صورة الايه؟ صورة الابن. وفي ريحته، بولس الرسول: انتم ايه؟ رائحة المسيح الزكية. الريحة دي تفوح في كل مكان. هي دي الكرازة بتاعتي او الارسالية بتاعتي. واسلك مثله، يوحنا الحبيب يقول كده: من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك نسلك نحن ايه؟ نسلك نحن ايضا. يبقى ده الهدف من وجودي في العالم، الارسالية بتاعتي. يقول كده: كل واحد فينا اتيت لأشهد للحق. أتيت الإيه؟ لأشهد للحق. إذا كان العالم له طبيعة آدم القديم، لكن كل واحد فينا انطبع في صورة آدم الجديد. مين آدم الجديد؟ المسيح. كل واحد فينا انطبع في مين؟ صورة المسيح، آدم الجديد. عشان كده ذهبي الفم من ضمن عظاته كان يوعظ كده، يقول كده: إن كنا مسيحيين حقيقيين لا يوجد وثني واحد في العالم. لو احنا مسيحيين حقيقيين ايه؟ لا يوجد وثني واحد في العالم. وهي دي الكرازة بتاعتنا. الشيطان ليه اجندة. عارفين كده ما واحد يجي يخش البلد يقول لك ده ليه اجندة، جاي معاه اجندة، عايز ايه؟ عايز حاجات معينة. الشيطان ليه اجندة. هي ايه بقى الاجندة بتاعته او شعار الاجندة دي؟ عالم بلا قداسة، عالم بلا توبة. في وسط الأجندة بتاعته ديت يلاقي مين اللي واقف له زي اللقمة في الزور كده؟ كل واحد فينا بالكرازة بتاعته. أخدت الإمكانية، بقيت حلة نورانية أضيء في وسط جيل معوج، أشهد للحق. مش عارف ينفذ الأجندة لو أنا كراستي بكرز بإيه؟ بالمسيح. هو مش عايزنا نشاور على المسيح للعالم. زي كده التلاميذ لما قالوا له، راحوا كده لفلوبوس قالوا له ايه؟ لقد وجدنا المسيا، وجدنا المسيح. كان في مره بيقول للانبا باخوميوس: احكي لنا على اعظم رؤيه انت شفتها. انبا باخوميوس اب الشركه. فقال لهم: عايزين تعرفوا اعظم رؤيه هي ايه؟ قالوا له اه. قال لهم: ان تروا الله غير المنظور في الإنسان المنظور. أن تروا إيه؟ الله غير المنظور
في الإنسان المنظور. طب ده اتحقق فين؟ في كل واحد فينا. العالم محتاج يرى كده، أن يرى العالم، أن يرى الله غير المنظور في إيه؟ في كل واحد فينا. هي دي الكرازة بتاعتي، أتيت لإيه؟ لأشهد للحق. حتى لو العالم صعب، حتى لو فيه اضطرابات، المسيح يقول لملاك كنيسة برغاموس كده، أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان. ده أنت مش بس عندك اضطرابات أو هرطقات أو ناس بعيدة، ده أنت في كرسي الشيطان عندك، يعني الدنيا عندك صعب قوي، لكن عارف أعمالك حيث تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك بإيه؟ باسمي. دي الكرازة، أنت متمسك بإيه؟ باسمي ولم تنكر إيماني. متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. عشان كده قلت في الأول أخدت إمكانية جبارة، وبعد كده بقى ليا إرسالية. آخر حاجة الإرسالية، عشان تنجح لازم يبقى فيه تبعية وتوبة قلبية. التوبة من القلب، النفس الكارزة هي نفس مستيقظة، زي ما بيقول بولس الرسول كده، أنظروا كيف تسلكون بالإيه؟ بالتدقيق، لا كجهلاء بل كإيه؟ كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. هل أنا في حياتي نفست أو بجاهد إن أنا أشهد للحق؟ لسه ما كرستش بالمسيح، لسه نفس الكاريزة بتاعتي ما استيقظتش. عشان كده النفس التبعية أو التوبة القلبية نفس مستيقظة ونفس كمان شاخصة للسماء. عمري ما هكرز بالمسيح أو أشاور العالم على المسيح إلا ما أكون أنا في الأول باصص على مين؟ باصص على المسيح، شخص لي. وده المشهد ده شفناه ساعة صعود المسيح، التلاميذ كلهم اتجمعوا في على الجبل والمسيح بيصعد ويقول كده، ولما قال هذا كلمهم يعني عن الملكوت، ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم. طب ولما أخذته السحابة يقول كده، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهم منطلق، حتى بعد ما أخذته السحابة هم بيعملوا إيه؟ شخصين إلى إيه؟ إلى السماء. فيظهر ملاك كده يقول لهم، ما بلكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا منطلقا إلى السماء. المشهد الأول النفس الكارزة هي شخصة لإيه؟ للمسيح. عشان تعرف تكرز هي بصة على المسيح مثبتة عينيها، عشان كده اللي يجي تشاور له بسهولة على المسيح، هي عارفة الطريق، عايشة في التوبة، عايشة مستيقظة. يبقى أول حاجة قلناها أن أنا أخدت إمكانية، تاني حاجة إيه؟ ليا إرسالية، تالت حاجة الإرسالية دي عشان تنجح يبقى فيه تبعية وتوبة من القلب. ربنا يدينا دايما ان احنا نكون كارزين بالمسيح، نضيء في وسط العالم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. أغنية خنوم اسميني اسو وبنت باي اهو بيو